عسلامة لاباس ضيوفنا الكرام زملائي الأفاضل، نفتتح اليوم سنة جامعية جديدة، وأغتنم هذه المناسبة لتقديم أحر التهاني والأماني وعبارات الترحاب لهذه العائلة الموسعة من طلبة وضيوف وزملاء، راجيا للجميع سنة موفقة. سأحاضر اليوم حول مشروع الدستور بصفة أساسية، ولكن حول أعداد الدستور التونسي وبالذات في موضوع الشريعة الإسلامية ودستور الثورة. إن من مفارقات الثورة التونسية أن تقوم انطلاقا من يأس شاب من حالته الاقتصادية والاجتماعية أدى به إلى إغرام النار في نفسه، تعبيرا عن غضب من وضع اقتصادي واجتماعي مهين ناتج عن استغلال فاحش من قبل عائلة حاكمة وحواشيها وحاشيتها لخيرات البلاد وثرواتها دون رحمة بمستقبل البلاد وشبابها العاطل عن العمل والمهمش ومناطق الظل التي أبت أن تصبح مناطق ذل، فتحولت النار التي اشتعلت إلى نور ساطع سطر الطريق إلى ثورة شعبية تجاوزت المطالبة بالخبز إلى المطالبة بالديمقراطية والكرامة. ومن المفارقات أيضا في هذا المفترق التاريخي الذي نعيش أن الثورة التي لم تكن منطلقاتها دينية ولا سمعنا فيها بمطالب دينية بل بمطالب اقتصادية واجتماعية تحولت إلى توق إلى الحرية وإلى الكرامة، تؤدي عن طريق الانتخاب إلى وصول حركة إسلامية أو على الأقل تنتسب إلى الفكر الإسلامي النهضة إلى الحكم بمعية ثنائي لا مرجعية دينية له، المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل، مما أدى إلى هذا الثلاثي الذي قل أن شاهدنا له مثيلا في التجارب المقارنة. وإن هذه الحركة الإسلامية، حركة النهضة، وهي الشريك الأهم في هذا الثلاثي، قد قدمت أثناء الحملة الانتخابية جميع الضمانات والتعهدات بالحفاظ على مكتسبات الحداثة التونسية. وكان المجلس الوطني التأسيسي صدل للمجتمع يتأثر بما يحصل فيه ويؤثر بدوره على الحراك المجتمعي، وأصبح الشعب التونسي يعيش بكامل مكوناته على وقع نقاشات المجلس الوطني التأسيسي، وخاصة ما احتد من جدل داخله إلى حد التهديد بإحداث شرخ فيه قد يمتد إلى كل المجتمع التونسي والمتمثل في معرفة هل أن دستور البلاد المنتظر، دستور الثورة التونسية، سينص ولأول مرة على أن الشريعة الإسلامية مصدر للقانون التونسي، وبعضهم يقول مصدر أساسي ووحيد للقانون التونسي. وكرجل قانون دارس ومدرس، وأظن أن الكثير من الزملاء يشاطرون الرأي، لا وجود لأصعب ولا لأدق وأثرى من نظرية مصادر القانون، فهي تحيل رجل القانون بالضرورة إلى الخروج من اختصاصه للولوج في أبعاد فلسفية اجتماعية تاريخية دينية وأخلاقية، وهي تعتمد قبل كل شيء على مفاهيم دقيقة ومضبوطة يجب تبينها حتى لا يخطئ الدارس مرماه. فبالنسبة لرجل القانون كل شيء يبتدئ بالحديث عن المصادر وينتهي بالحديث عنها. وإن صعوبة تحديد المفاهيم وخاصة فيما يهم مفهوم الشريعة ومفهوم مصادر القانون حتى على رجال القانون المختصين مع طرحها أمام الرأي العام وكأنها شيء معلوم ومفروغ منه مع نقاشات وجدل كثيرا ما يفتش عن الإثارة قبل الإنارة من شأن أن يؤدي، خاصة إذا ما تحمست النفوس لموقف أو لآخر، إلى نوع من الجدل العقيم، إلى نوع من الجدل البيزنطي. خشينا على المجتمع التونسي الانقسام إلى شطرين بينهما برزخ لا يلتقيان، إلى أن جاء قرار تنفس به الجميع الصعداء في أواخر مارس، قررت النهضة وهي الحزب ذو الأغلبية داخل الترويكا في إطار هياكلها عدم اقتراح أن تكون الشريعة مصدرا للقانون التونسي تجنبا لإحداث فتنة بالبلاد وشرخ بالمجتمع، وقررت في هذا الإطار الاكتفاء بالإبقاء على الفصل الأول من دستور 59 الذي بدا محل إجماع، وهو ينص على أن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، الإسلام دينها والعربية لغتها
والجمهورية نظام، وما زلنا والمجتمع التونسي نتنفس السعداء إلى أن صدر أخيراً في منتصف شهر أوت 2012 وقبل دخول نواب المجلس التأسيسي عطلتهم مشروع مسودة الدستور الجمهورية التونسية، رغم أن هذا المشروع للمسودة لا يزال قابلاً للتعديل سواء داخل الهيئة المشتركة أو داخل الجلسة العامة للمجلس التأسيسي، هو أنه خضع لقراءة أولية من قبل خبراء مشهود لهم في القانون الدستوري، وقد أجمعوا على نقد هذا المشروع وبيان عديد مواطن الضعف فيه. وفيما يخص موضوعنا، أبدأ البعض منهم خشيته أن يؤسس هذا الدستور إلى دولة تيوقراطية، وأن يؤدي إلى تغيير نمط الدولة من دولة مدنية إلى دولة دينية. إن القارئ لمشروع مسودة الدستور والمتابع لعمل المجلس التأسيسي يلاحظ عدم وجود فصل يحيل بصفة صريحة إلى الشريعة الإسلامية كمصدر من مصادر القانون التونسي على غرار الفصل العاشر من المشروع الذي تبنته النهضة في البداية، والذي كان ينص أن الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للقانون التونسي، وإن السلطة التأسيسية الأولى قد اختارت وبكل وضوح نظام القانون الوضعي المستقل بذاته والرافض لكل سلطة تعلوه أو تسبقه. ولهذا فإن المبدأ الأهم، أو إذا اتبعت العبارة التي استعملها عميدي الصادق بلعين، المبدأ الفيصل في دستور 1959 والمفسر لكل الدستور، هو المبدأ المنصوص عليه في الفصل 3 الذي ينص على أن الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور. أن تكون السيادة للشعب وأن ترتبط مباشرتها على الوجه الذي يضبطه الدستور يعني بوضوح أن القواعد القانونية لا يمكن أن تنبع إلا من الشعب الذي يباشر السيادة عن طريق ممثليه، أي عن طريق السلطة التشريعية. وهذا يعني رفضاً لكل مصدر للقواعد يسبق أو يفوق القواعد التي يضعها الشعب عن طريق ممثليه. ومن ثم فهذا يعني رفض أن تكون الشريعة مصدراً للقانون التونسي، خاصة إذا كانت على الشاكلة التي طرحت اليوم أمام المجلس التأسيسي الثاني، المصدر الأساسي أو الوحيد للقانون التونسي. الثورة هي التي أدت إلى تكوين هذا المجلس التأسيسي الثاني، وهي نابعة من الشعب. وفي الحقيقة هذه الثورة نوع من ممارسة الشعب للسيادة، فقد مارس الشعب سيادته بتغيير نظام الحكم الذي حاد عن المسار. والثورة ما هي إلا ممارسة لحق سيادي يمارسه الشعب باسترجاع السلطة التي أنابها لمن لم يحترم إرادته. ومن ثم فالثورة تمثل قبل كل شيء قطيعة يسترجع بها الشعب سيادته المسلوبة. وإنه من المحسوم أن الثورة لم تقم على أساس شعارات دينية أو لتجعل من النظام القانوني التونسي نظاما دينيا أو دولة دينية. ومن ثم فإنه لا يمكن للسلطة التأسيسية مهما كانت الأغلبية وهي ناتجة عن ثورة شعب إلا أن تبقي السلطة والسيادة للشعب، وهذا ما يفترض أن تنبع القوانين من الشعب وممثليه بصفة حصرية.